احنا اصحاب محلات قرب مستشفى الخنساء، اجرناه صار لنا اكثر من سنتين. احنا واقعين بين اشخاص اثنين، بين البلديه وبين الصحه. البلديه تقول مالي والصحه يقول مالي، لحد الان ما نعرف الا من ننطي الايجار. يوميه جايينا تبليغ، يوميه جايينا انذار، اخر انذار قبل ساعتين. تخلون خلال يومين ولا نهد الهادي على راسكم. هذه ما نعرف احنا لقونا حل لهذه المحلات، احنا اصحاب عوائل حدود ال 100 150 عائله احنا. الى متى نظل هالشكل عايشين بهذه الحاله؟ لو تتاجرون هي وتاخذون تكتبون علينا ايجار وعقد حتى نظل ثابتين ونعرف راسه من رجلينا، لو تطلعون قولوا روحوا يابا هجوا. زين هو هذا سوق تجاري تقريبا صار مو صحيح؟ يابا شوف انت المحلات هاي 150 عائله والناس كلها ما شاء الله تتبضع من عندنا، وصارت هذا الشارع حتايا، كان هذا الشارع ميت. محلاتنا الحمد لله بهاي التوصيف. كم محل؟ 60 محل، هذا على الشارع 60 محل. زين هاي 60 محل اذا يجمعون ايجاراتهم، يا اخي اذا يجمعون المحلات اذا على 100 100 6 ملايين شهريا، يعني 6 ملايين ابو الصحه ولا ابو البلد يحط بجيبه، هاي 6 ملايين ما يقبلون يا اخي، ما اعرف ايش يريدون. يومين جايبين لنا تبليغ بس التباليغ وتهديد، يعني عايشين هاي صار لنا شهرين 3 أشهر احنا بالتهديد، ما نعرف الا من ننطي. بس لقلنا راجعنا القائمة المقامية قبل فترة، راجعنا احنا 20 واحد من المحلات، راجعنا القائمة المقامية قالوا يابا ماكو هاك شيء، روحوا ارجعوا واحنا نبلغكم. ولحد الان ما افتهمنا كل شيء يابا. ابو القائمة المقامي يقول انا ما بلغت، انا ما اعطيت تبليغ ولا اعطيت انذار ولا اعرف الانذار، روحوا انتم ارجعوا بمكانكم. ولحد الان بدنا نعرف بس هاي الدكاكين عايدتها لمن ولمن ننطي ايجار. لمن تحب تناشد؟ والله انا اشد الناس الخيره، الناس اللي تفض ان هاي المشكله وشوف ان حل لها، وشوف لما ننطي فلوس وشلون نعمل ايجارات والناشد الموصليه. اهم شيء هاي القناه قناه الشعب وقناه المواطنين والقناه الحره واللي هي تسعى وراء بلاء ومصايب المواطن، يشوف ان حل لهاي المساله. ناشد الحكومه وكل طيب بانه هاي المحلات تبقى باسماء اصحابها ويدفعون الايجارات ماله، ونحن ملتزمين عن ندفع الايجار حتى مال التنظيف، اجور التنظيف 10,000 دينار على كل بانقايه والبلديه يدرون بها. وفي بعض الاحيان احنا يعني ندفع ازيد في سبيل انه بس نبقى في هذه المكان، وقطع الاعناق ولا قطع الارزاق. يوميا يجينا شكل من البلديه، من الصحه، من جهات تابعه للدوله. شنو السبب ازاله المحلات؟ يريد ايجار، موجود ايجار عندنا، حاضر يجي ياخذه، بس ما شكل ازاله كم عائله تدخل بيها هسه المحلات اللي تشتغل بيها، من عمالها، من صفار، من فئات اللي المجمع اللي بيها. شنو سبب ازالتها؟ يقول ما الدواعش، كل ما يجي يقول إزالة المجمعات اللي بنوها الدواعش، على عين راسي بنوها الدواعش، بس هاي إيرادات للدولة. كم عائلة تشتغل فيها المحلات اللي يريد يزيلها؟ المحلات خلي يجي يشوفها، إذا ما شكله قانوني هذاك الوقت خلي يزيل. الناشد دكتور حيدر العبادي والناشد الأستاذ غازي الفيصل هو الوحيد اللي يحل المشاكل، هو الوحيد يفتر عن الموصل.